لو الحكاية فيها إن فيديو. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيخليهم يقدروا يحصلوا على حب الآخرين ويقدروا يحققوا تفاهم أكتر مع الأولاد لو عندهم أولاد. كمان عندهم طاقة ونشاط رائع ويقدروا إن هم يقضوا أوقات رائعة مع الأحباب. في على مجال المهني أنا بشوف إن مواليد العذراء النهاردة عندهم حظ رائع، يقدروا إن هم يصيبوا أهدافهم ويقدروا إن هم يأثروا في زملاء العمل ويحسنوا الحديث ويحسنوا الإقناع جداً.